صح، في الاول في الاخر مصلحه. طب خليني اسالك بقى، انت استعنت بلعيبه من 18 سنه الفريق الازهر، استعنت بمين وليه؟ انا لائحه الاتحاد بتقول ان انا من حقي احط في كل ماتش ولدين من 18 سنه. فانا كان عندي خمسه في ال 18 سنه بسم الله ما شاء الله كلها ممتازه. بس كان عندي خمسه انا شايف ان هم اقرب خمسه بروميسنج ان هم يلعبوا وسط ال 20. حلو، في فرق برضو قوه وسرعه بين الولاد بس طبعًا. فالخمسه اللي انا يعني هذكرهم دول هم اكتر خمسه من وجهه نظري انا وكابتن ياسر ابو فتوح وكابتن سيد صابر كرئيس جهاز متفقين مبدئيا على الخمسه دول هم اكتر خمسه يقدروا ياخدهم، لان كابتن ياسر ماسك 18 دلوقتي فهو عارف وانتوا بتقعدوا مع بعض وكان ماسك ال 20. ده الجميل في النادي الاهلي. عبد الله ناصر، عبد الله ناصر ومحمود وليد، الولدين دول. عبد الله ناصر الصفقه الجديده اللي جايبينها من نادي الشمس. طب خليني بس اقول لك حاجه يا كابتن، انا اسف، لفريق سبورتنج ماتش النادي الاهلي وماتش سبورتنج الكوارتر الاول خلص 27-15 والنتيجه دلوقتي 33-22 فرق 11 نقطه. ان شاء الله النادي الاهلي متفوق منذ البدايه اهو، ربنا يسهل ويكمله يا كابتن اسلام يا رب، ونتاهل لبعد بكره عشان نلاقي الاتحاد. الاتحاد كسب النهارده سموحه وتاهل تقريبا 85-66 وتاهل للنهائي. اذا كده كده الاتحاد نفس السيتويشن او نفس الموقف بيتكرر تاني في الكاس. الاتحاد تاهل ومنتظر الاتاهل من الاهلي وجزيره، ونفس الكلام دلوقتي في سبورتنج، احنا بنلعب سبورتنج والنادي الاتحاد اتاهل في المباراه اللي قبلنا على طول. كل التوفيق ان شاء الله، واكيد حتى لو احنا خرجنا يعني او خلصنا البرنامج اي زميل هيجي بعدي هيقول لحضراتكم النتيجه ان شاء الله.